السائلة لام واو تقول: ما حكم لبس البنطال للمرأة من أجل زوجها فقط وفي منزلها؟ أحسن الله إليكم. البنطال ليس من لباس النساء، بل هو من لباس الرجال، ولما فيه من التشبه بالرجال، ولما فيه من الفتنة. وإذا لبسته عند زوجها فإنها قد تلبسه وتتوسع فيه عند غير زوجها، فلا داعي للبس البنطال للمرأة بحال من الأحوال. نعم، وعليها أن تتجمل لزوجها غير البنطال. نعم.